إذا بدي كيلو من صدر الدجاج الصافي من نبيل اللي أكيد ما له بديل، بدنا كوب كريمة، ربع كوب عسل، ربع كوب خردل، وملعقة ثوم مفروم، وبودرة مادي الغنية، وشوية من الفلفل الأسود. شايف؟ بهالبساطة أنا هسا بدي أبدأ أشوي مشان أنت تشوف السوشيال ميديا وتعيد على الناس. تمام تمام، نسلم عليهم. بسم الله تمام. الرحمن الرحيم. شوية من زيت شعبان الخفيف، نبلش نشوي الدجاج عندنا الصافي. هي دجاج عندي، مش راح اضيف له ملح الان ولا فلفل، لكن بدي ابدا في شويه، وبعدين بدي اضيف عليه شويه ملح وشويه من الفلفل حتى احافظ على طعمه زي ما هو، لانه عامل جنبه صلصه اليوم كثير فخمه. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم دائما وابدا. يلا شوفوا كيف الدجاج، طلعوا صدر كثير كثير مرتب وفخم جدا جدا. يا عيني عليك. أضفت عليه شوية من الفلفل الأسود، شوية صغيرة حطينا له. شايفين المنظر؟ دجاج صافي 100%. استخدموه بالشكل اللي بدكم إياه. هون عاد بيبدأ عنا الأكشن. عندي هالقلاية فيها بقايا هالشواء. بنضيف خردل. أوه. أيوة خردل ديجون. طبعا بدنا نعمل صوص نحن. بدنا نعمل صوص ملاش حل يا سمير. يا زلمة انت كل يوم تزداد قسوة يا زلمة. يلا امسك لي هاي سمير. تفضل. ملي حوسة صغيرة هيك. يا عيني عليك. عندي عسل الجبل الطبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. وبنضيف الكريمة. الله الله. حرك حرك يا سمير، حرك يا حبيبي. ايوه. ايوه هون شو بده يجينا؟ بدنا نجيب بودرة مرقة الدجاج من ماجي الغنية. تمام. اللي بتغنينا عن كل شيء الطيبة. بسم الله. يلا ونضيف. شايف الدخنة متجنن. ومنيجي العسل اللي زي مشاهدينا. القميص راح. القميص راح. بدك تلحقني اسوق الجمعه ورد علي بعد العيد. والله عاملين تشكيله رهيبه سيدي. جماعه كوليزيون مش محترمين، مش رح يقولوا شيء. هاي العسل احلى صوص. اها هاني ماسترد سيدي صوص. شوف العسلات. الله عسل الله. الجبل من لبنان. بعين الله بعين الله يا حبيبي. بقول عبد الله رمضانكم وبعونكم ثاني. هاي الدجاجات عندي هون، الله يكون بالعون. عبنشوين يا عبد الله امورهن اكثر من ممتازات. شوف 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 الله. طلع سمير الله. ولا ايش اضفنا عليه بالمره. سلام عليك. بس هون سمير راح اجيب شوي من هالزعتر هيك على الخفيف، حطهن على الدجاج. بس باخر. طب هذا بيغلى يا شيف. شو هذا؟ خلص خلص سمير، وديها جنب غاد. طيب هي الصوصه بقلهم هون سمير هون. طيب هي صوصنا صار جاهز، الهاني ماستر صوص على الطريقه الفرنسيه. طبخناه. هي عندي هون شويه من هالزعترات، بدي اضيفهم على الدجاج في اخر شيء. ايوه 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 ايوه. سمعني سمعني يا سمير. اي انت بتحب الصوت هذا صحيح. ايوه يلا روح. بس يا سمير ممتاز. اذا طبقنا تقريبا بده شوي وبصير جاهز. رحين نضيف الان هالزعترات. يلا ها شوفوا هالزعترات محلاهم. شوفوا هالزعترات على هالدجاج. شايف يا سمير؟ شايف يا عبد الله؟ هذول هم احلى. هذول هم القاضية. احلى صدر دجاج. الله الله. شايف الدخان؟ الدخان سمير؟ روعة. خلينا صوص كمان يا سمير. لا سيدرا شايف شايف الصوص. بعدين بدنا نجيب على الدجاج. ايوه عاد انا كنت هاي الحركه حاب اسوي كمان شويه من هالصوص يا اخوي سمير. شايف كنت هاي الحركه انا حاب اسوي. هاني ماسترد على اصوله زي المطاعم. الله شايفين المنظر ما اجمله.